ورحمة الله. هذا موجز لأهم وآخر الأخبار من قناة الدنيا بدمشق. أكد الرئيس بشار الأسد أن الأساس في أي حل سياسي هو ما يريده الشعب السوري، مضيفا أن الحوار يكون مع قوى سياسية وليس مع إرهابي يقوم بالذبح والقتل ويضرب بالغازات السامة وهي أسلحة كيماوية. وقال الرئيس الأسد في لقاء مع صحيفة كلارين ووكالة الأنباء تيلام الإرجنتينيتين: نحن مع أي عمل يؤدي إلى حل سياسي، ولكن الحل السياسي لا يمكن أن يتم مع استمرار العنف. وتابع الرئيس الأسد: نحن رحبنا بالتقارب الروسي الأمريكي، ولكن لا نعتقد أن كثيرا من الدول الغربية تريد فعلا حلا في سوريا، ولا نعتقد أن الكثير من القوى التي تدعم الإرهابيين يريدون حلا للأزمة، لذلك هم ردوا مباشرة على الاجتماع الروسي الأمريكي برفضهم لأي حوار مع الدولة في سوريا. وبيّن الرئيس الأسد أن إسرائيل تدعم بشكل مباشر المجموعات الإرهابية عبر تقديم الدعم اللوجستي لهذه القوى وكذلك إرسال التوجيهات لهم كيف يقومون بالهجوم وأي مواقع يهاجمون. وفي شأن الحديث عن الكيماوي قال الرئيس الأسد: إن الغرب يكذب ويزور ويقوم بحروب، هذا من طباع الغرب. طبعا أي حرب على سوريا لن تكون سهلة، هم يعرفون هذا الشيء، يعرفون أنها لن تكون نزهة، سوريا وضعها مختلف. أكد سماحة مفتي الجمهورية العربية السورية دكتور أحمد بدر الدين حسون أن من يسعى لإسقاط سوريا يريد إسقاط المقاومة. وقال المفتي حسون في كلمة له خلال زيارته أمس معلم ليتا الجهادي السياحي في إقليم التفاح جنوب لبنان، يرافقه نجلاه محمد وعناية الله بدعوة من حزب الله الذي أعد له استقبالا شعبيا حاشدا. قال: لن تسقط سوريا لأن السماء باركتها ودعا لها سيد الأنبياء قائلا: اللهم بارك لنا في شاملة، ولأن المقاومة مدد إلهي ومن كان الله معه لا يستطيع أحد أن يخذله. أنتم تريدونها أن تسقط لتسقط المقاومة بعدها. المقاومة مدد إلهي لا مدد بشري، ومن كان الله معه لا يستطيع أحد في الكون أن يخذله. ولفت المفتي حسون إلى أن سوريا تدفع ثمن ما بذلته من دعم وأخوة وعطاء، مؤكدا أن سوريا لن تركع ومهما فعله أبناؤها وما فعله أبناؤنا في جنوب لبنان جيشا ومقاومة وشعبا سيسجله التاريخ على أنه صفحة من صفحات المجد، كما يسجل اليوم أبناء سوريا من صمود أمام من يريد تمزيقهم وتدميرهم ويريد إشعال نار الطائفية والمذهبية بينهم. سوريا تدفع ثمن ما بذلته هنا، ما بذلته من دعم وأخوة وعطاء، فما صنعه أبناؤنا في جنوب لبنان جيشا ومقاومة وشعبا سيسجله التاريخ على أنه صفحة من صفحات المجد. دعا الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي باتريارك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، دعا اللبنانيين مجددا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا محذرا من تداعيات الأزمة فيها على لبنان. وقال الكاردينال الراعي في نداء من كولومبيا في إطار جولته الرعوية والرسمية على عدد من دول أمريكا اللاتينية: من غير المسموح أن نتدخل في شؤون أي دولة أو الشأن السوري لطالما طالبنا بعدم تدخل الدول في شؤوننا، مذكرا بموقف الحكومة اللبنانية وفق إعلان بعبدة بعدم التدخل في الأزمة في سوريا وسياسة النعيب النفس. فجر إرهابيون عبوة ناسفة مساء أمس زرعوها في سيارة على أوتوستراد ركن الدين بالقرب من مستشفى ابن النفيس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. وأفاد موفدنا إلى موقع التفجير أن الإرهابيين فجروا عبوة ناسفة زرعوها تحت سيارة كانت مركونة في المكان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 14 مواطنا وإلحاق أضرار كبيرة بالأبنية السكنية المجاورة وعدد من السيارات المركونة قرب مكان التفجير. تخريب، كله تخريب. هذا يعني المواطنين اللي قاعدين الآمنين يعني قاعدين ببيوتهم، أولادهم تلعب بالجناين، شو ذنبها الأولاد وشو ذنبها لي؟ يعني تخريب هذا البلد. منقول لا حول الله لا حول الله. طلع قاعدة عم أصلي هون أنا بيوتي، قاعدة على كنابة تخت
ما لقيت الارمينيون تحب يسلط علي علق بالبرادي والنار طلعت لفوق. وفي حماة تمكنت وحدة من الجيش العربي السوري من تفكيك عبوة ناسفة تزن 50 كيلوغراما زرعها إرهابيون على الطريق العام بين قريتي الخندق والبارد وعلى بعد أمتار من مدرسة في منطقة الغاب. قامت سريد الخندق الدفاع الوطني بتفكيك عبو ناسفي بين قريتي البارد والخندق وعلى الطريق العام وبجانب المدرسة بحدود 100 متر. طبعا هذه العبوي هي المرة الثالثة تضع في نفس المكان لاستهداف الأبرياء الآمنين والقاطنين في هذه القرية وطلاب المدارس من قبل الإرهابيين. زنت هذه القضية هذه العبوي بحدود 50 إلى 60 كيلوغرام. بدأت في مبنى محافظة دمشق الدورة الثالثة لمجلس المحافظة لعام 2013 والتي ستستمر حتى الأربعاء في 22 من الشهر الجاري. وفي جلسة اليوم الأول تمت مناقشة فقرة تقرير المكتب التنفيذي المتعلقة بالتربية والرياضة والشباب وفقرة تقرير المكتب التنفيذي المتعلقة بالسياحة والثقافة والآثار وما يتعلق بها من تقرير اللجنة الثقافية والاجتماعية. وتم أيضا مناقشة فقرة تقرير المكتب التنفيذي المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والعمل. وسيتم في جلسة يوم غد مناقشة فقرات تقارير المكتب التنفيذي المتعلقة بالخدمات والمرافق البلدية والفقرة المتعلقة بالإنشاء والتعمير وتسوية المخالفات والفقرة المتعلقة بالإسكان والعمل الشعبي والأبنية المدرسية. نتحدث اليوم عن الأمور التعليمية والأمور الثقافية والآثار والأوقاف وكل ما يتعلق بالأمور الخدمية للمواطن بهذه الأمور. طبعا نحن في مداخلات مسبقة هلا في النقاش عليها والتصويت عليها وفي أمور طبعا يعني هلا نقبل الزملاء بقدم مداخلاتهم. بشكل عام هي تهتم أكثر شيء بالأمور التعليمية. في السويداء بحث المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا آدم عبد المولى والوفد المرافق له مع محافظ السويداء الدكتور عاطف نداف إمكانية افتتاح مكتب للأمم المتحدة في المحافظة لتلبية احتياجات الوافدين إلى المحافظة. كما قام الوفد بجولة على معسكر الوافدين اطلع خلالها على واقع الحياة والخدمات التي تقدم للوافدين. وذكر عبد المولى أنه سيكون هناك لجنة تقوم بتقييم احتياجات المحافظة بسبب ما تعانيه جراء وجود عدد كبير من الوافدين إلى المحافظة ومناقشة ذلك مع الحكومة السورية. الهدف من إنشاء هذه المكاتب هو تقريب الأمم المتحدة من الأشخاص المتضررين والمستفيدين من خدمات الأمم المتحدة، ولذلك رأينا أن السويداء قد تكون هي الموقع المناسب لتلبية احتياجات المتضررين في المناطق الجنوبية، ولذلك أتينا في هذه الرحلة الاستكشافية لننظر في إمكانية إنشاء مكتب في السويداء. بالنسبة للزيارة إلى مركز الإيواء، أعتقد أن هذا من أميز مراكز الإيواء التي زرتها في سوريا، وتقوم الدولة هنا بتقديم الرعاية الكاملة للأشخاص المتضررين، وأعتقد أن هذا عمل ممتاز. هنالك بعض الأشياء التي يمكن أن نقدمها من جانب الأمم المتحدة لدفع جهود الحكومة ودعم قدراتها لتلبية ما لم تتم تلبيته حتى الآن من احتياجات وهي طفيفة للغاية. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول الوضع في سوريا وقضايا دولية أخرى. وقال ديمتري بيسكوف المستشار الإعلامي للرئيس الروسي حسب ما نقلت عنه وكالة إتار تاس أن بوتين أوضح خلال محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة موقف روسيا إزاء حل الأزمة في سوريا. وأضاف بيسكوف أن الجانبين تبادلا الآراء بشكل مفصل وناقشا المشكلات المتعلقة بتسوية الأزمة في سوريا بالتفصيل، كما استعرضا بشكل كامل ومفصل النواحي الرئيسية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية. أعلنت ألمانيا والجزائر أنهما تؤيدان بالكامل عقد مؤتمر دولي للبحث في سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الألماني غيدو فيستر فيليه قوله في مؤتمر صحفي مشترك
مع نظيره الجزائري مراد مدلسي في الجزائر أمس. نحن ندعم بالكامل مبادرة عقد مؤتمر دولي بدعوة من الولايات المتحدة وروسيا لإيجاد حل سياسي في سوريا، مضيفا سنساهم بكل ما نملك من وسائل بهدف إنجاح هذا المؤتمر. بدوره قال مدلسي إن البلدين يؤيدان التوصل إلى حل سياسي في سوريا وكذلك أيضا في مالي المجاورة للجزائر. في تونس أعلنت حركة أنصار الشريعة السلفية نقل مؤتمرها السنوي الثالث من مدينة القيروان إلى تونس العاصمة، وذلك رغم تحذير وزارة الداخلية التونسية من مغبة عقد المؤتمر. وكان الآلاف من أنصار الحركة قد توجهوا إلى القيروان لعقد المؤتمر المحظور وسط انتشار أمني غير مسبوق. تظاهر حشود من المواطنين الأتراك في بلدة الريحانية جنوب تركيا احتجاجا على الدعم الذي تقدمه حكومة رجب طيب أردوغان للمجموعات الإرهابية في سوريا وتحويلها مناطق الحدود المشتركة مع سوريا إلى مراكز للإرهاب الدولي لسفك دماء الشعبين السوري والتركي، ما دفع السلطات التركية إلى التدخل بقسوة لفض المحتجين. في باكستان اغتال مسلحون أمس السبت زهرة حسين القيادية في حركة الإنصاف التي يتزعمها لاعب الكريكت السابق عمران خان في كراتشي، وذلك عشية جولة اقتراع جديدة في عدد من المراكز في كبرى مدن جنوب باكستان. وأعلن الحزب والشرطة أن زهرة حسين البالغة من العمر 59 عاما وهي نائب رئيس المنظمة النسائية في حركة الإنصاف في ولاية السند وعاصمته كراتشي وقعت في كمين نصبه ثلاثة مسلحين كانوا يتربصون بها أمام منزلها في المساء. ختام الموجز، شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.